أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نسمع كثيرا من الخطباء خطباء الجمعة يبدأون خطبتهم فيقولون إن الحمد لله، فهل هذا خلاف الأولى؟ وما هو الصحيح، أن يقول الحمد لله أو يقول إن الحمد لله؟ والله اللفظ الوارد في القرآن الحمد لله، وخطب الرسول كلها الحمد لله إلا خطبة الحاجة. خطبة الحاجة إن خطبة ابن مسعود إن الحمد لله اللي وردت بإن، وأما ما في القرآن وما في خطب الرسول مشهور أنها الحمد لله جملة اسمية، جملة اسمية الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن نقول ما دام أن النبوة اصطفاء واختيار والعلماء؟ أما قول نحمد الله هذه جملة فعلية، أو أحمد الله هذه جملة فعلية، والجملة الاسمية آكد من الجملة الفعلية. نعم.